عشرة خمس دقايق براديو ام بي اس منتابع نحن وانتو لقائنا الصباحي اكيد مع تجديد تحيتنا لكل الاصدقاء بلبنان وخارج لبنان وبكل يلي بلشوا هلا يسمعونا مع تحية كتير خاصة للصحافي والمختص بعالم الازياء علي جفال. علي صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ انا كتير منيحة، انت كيفك؟ طمني عنك. تمام ماشي الحال، وصباح الخير لكل المستمعين اللي عم يسمعونا هلا عبر راديو ام بي اس. شكرا، اهلا وسهلا فيك. علي، حضرتك صحافي ومختص بعالم الازياء، قديش الكورونا اليوم مأثرة على هيدا العالم؟ اكيد اكيد، يعني دون اي شك الكورونا اثرت بطريقه مباشره على عالم الموضه وعالم الازياء. في ايفنتات عالميه كنا منتابعها بشكل مستمر ودائم، مثل اسبوع الموضه مثلا بباريس تاجل بجولاي بهوت كوتور، وكمان بسبتمبر اسبوع الموضه للريدي تو وير او الازياء الجاهزه كمان التغى بسبب النقابة قررت هالشيء، لأنه مش ما تخلي أو إذا بدك العاملين والخياطين بمجال الموضة يجتمعوا ويكونوا قراب لبعضهم ليعملوا برودكشن للنيو كولكشن، فتجنبا للسلام العام وتجنبا لهالأشخاص المبدعين والفنانين والحرفيين أنه يلتقى أسبوع الموضة بباريس بالكوتور والبيتا بورتي لا تفادي اي انتشار ل كوفيد 19. بس هو تاجل مش الغي، هو تاجل بس ما الغي، لا اكيد هيك بين ما انترناسيونال بنترول العالم بنترول الصحافه بنترول البايرز من جميع انحاء العالم، الزبائن كله ما فيني يلغوه، بس تاجل للظروف الصحيه. مين بينطر اكثر شيء عالم الموضه، النساء ولا الرجال؟ علي، مين بينطر اكثر ولا الثنينات؟ لانه في بباريس كما ميلانو كما نيويورك كما لندن في اسبوع مخصص للرجال، كمان لهم عالمهم الخاص، لهم زبائنهم، لهم محلاتهم، وفي نساء اللي عندهم الكوتور البيتا بورتي، الرجال عندهم البيتا بورتي كمان لهم زبائنهم لهم عالمهم، فاثنيناتهم بيهتموا بهذا الموضوع. بس النساء بيبقوا اخدين هيك لهم هيك لهجه خاصه، لانه فيه الوان، فيه تنوع، فيه ابتكار اكثر، فيه اذا بدك مسيره جديده، فبكون انتقلوا والاعلام بحبوا اكثر، فبكون مطوع عليه بشكل اكثر. بس هو في باريس اسبوع الموضه الرجالي بيسبق اسبوع الموضه النسائي، والفرق بيناتهم بكون يوم او يومين. نعم. طيب علي، بما انه حضرتك مختص بعالم الازياء، مين يلي بيروج للموضه؟ مين يلي بيخترعها للموضه؟ هل هن مصممي الازياء او مين؟ اللي بيخترع الموضه هو المصمم نفسه، يعني بيكون دار ازياء عندهم مثل اذا بدك مصمم او مدير فني، هو بيعمل سيرش لكل موسم ضمن تيم معين ضمن فكره اساسيه وبينطلقوا منها وبكبروها وبطوروها. يعني المصممين الازياء، ولكن يعني حدا شخص واحد مثلا بيعمل موضه وبتبعوه كلهم، يعني او كيف بتصير؟ كل دار بيطلع طلع شيء منيح. كل دار عنده كمان نوعيه من العالم اللي بتحب هيدا الستيل، يمكن انت مثلا بتحب هيدا الستيل بتكره هيدا الستيل ثاني، فكل دار عنده جروب من الزبائن اللي بيشبهوه. نعم. فبطورهم بالفكره اللي هي بتجمعهم وبيستعينوا بالمشاهير للترويج اكثر واكثر. هلا اكيد بيساعد هالشيء، لانه لما نلبس هذا الكوليكسيون على نجوم او نجمات بمناسبات اجتماعيه او فنيه او الى ما ذلك، يعني هالشيء بيخلي انه هالقطعه تبين اكثر، وهالقطعه تاخذ حقها اعلاميا مثل صراحه. حتى وقتا بيكون مثلا يمكن هذا البيس بيكون بيعمل سولد اوت، اما اللبس خاصه اللبس بطريقه صح بمناسبه صح ونبت لهذا الشخص. نعم. قديش بتشوف حضرتك خطا انه اثنين من المشاهير يلبسوا نفس الفستان؟ بنشوف اوقات انه الصحافه بتكتب عن هذا الشيء،
ما بدي اقول لك انه تعدوها بالعالم، لانه تخطوا هذا التفكير، تخطوا هذه النقطه، لانه لما عم تحط نجمه او السيده او وات ايفر بريت ابورتي، هو البريت ابورتي معمول منه كميات، انه معمول كوتير قطعه واحده، عرفت كيف؟ الكوتير بتنعمل قطعه واحده مثلا، معروف ما بدها تروح وما تنلبس، لما تلبس بريت ابورتي فهذا الحادث او هذا الاكسيدون اذا بدك ممكن يصير باي وقت باي بلد باي مناسبه. يعني بس ما بتشوفه انت خطا انه تنقل من المشاهير يلبسوا نفس الشيء؟ لا لا، ما خطا. نحن بنلبس مثلا رح البوتيك مثل قميص او بنطلون او جاكيت، بتكون منها في منها كذا قياس وكذا لون وكذا قطعه، فمثل ما انا عجبتني بتعجب غيري، وممكن هالشخصين يكونوا تلاقوا بمناسبه اجتماعيه ما. مع العلم انه الصحفيين بيعلقوا على هذا الموضوع، يعني هيك من باب انه هن قدروا يلاقوا شيء خطا يعني حصل. بسمع عم بقول الصحفيين اوقات كثير بيكتبوا عنا لهيدي المواضيع، ايه بحبوا الصحفيين يفرجوا انه لقيوا خطا، كانه خطا هيدا الشيء يعني. لا ما انه خطا بمعنى الخطا، لانه برجع بقول لك انه هيدا عم بينقوا قطع متوفره بعده الوان وبعده صحيح بعدة كميات. عم اقول انه الصحفيين اوقات هن بيكتبوا عن هذا الموضوع، بيكتبوا عنه كانه انه هيدا خطا او زله صارت مع المشاهير. لا ما بعتبر انا خطا، بعتبر انه في ياخذوها من غير ناحيه انه عمين طلع احلى من بيع عليه اكثر من عطاء القيمه اذا بدك، والفكره صح. نعم اذا بدك انا بفضل هيك اكثر من انه يكون خطا، لانه ما انه خطا. نعم تبقى او هيدي النجمه ما انا عارف انه هيدا النجمة رح تنقي نفس القطعة من نفس الكوليكسيون من نفس الموسم. عم نلاحظ اليوم بعالم الموضة صار دارج الماسك بألوان وأشكال و شو تقدر قدر قصدي طوروا الفكرة بأقمشة مثل الدانتيل مثل الجبور مثل يعني بيستعملوها عادة المصممين بالكوليكسيونات الكوتور، وفي منهم طرزوها ليعطوها قيمة أو فالور أكثر، ليعطوها هيك إذا بدك هاند ميد تاتش. حتى في فلاور في لبنان من يومين طلع قناع كله مشغول بالورد الطبيعي، بتحط العروس نهار عرس، يعني هيدي أفكار متبوله فنية إذا بدك شوي مميزة للفت النظر، وفيها تكون حماية بنفس الوقت، فيها تكون بس مجرد فكرة للفوتوشوتينج. اها يعني مش انه هي للفت النظر ولا الحماية بنفس الوقت، هي بس هيك يعني ما بعرف اذا فانتازي اذا بدك، ايه بتخيل استيتيك ما يعني، اكثر من هي افيكاس لتكون عندها المواصفات الصحية الواجب الحيل للحماية، هي عم بتكون أساسية للشكل للفكرة بس للابتكار. بتحب أنت فكرة الماسك هيك يدخل بعالم الأزياء؟ يمكن نوصل لمرحلة إذا كل العالم صار يحطها بتصير مثل نار، بتصير مثل قانون، مثل شيء طبيعي. فما راح نلاقي أي استغراب، لأنه لما تلاقي كل العالم ظاهرين بماس بس الواحد بطريقة ما رح يصير في إيدان في الزي بس رح يصير شيء طبيعي. نعم إذا صار هالشيء بشكل جماعي. نحن بنعرف انه كل سنه في موضه معينه، يعني صيف 2020 كان رح بيكون في موضه معينه او الوان معينه. كنت عم بتتابع انت، كنت عم بتشوف انه شو معقول يكون دارج السنه؟ مش قادرين شو معقول، هلا كل الدور الازياء بالعالم عم بيحضروا كبسول كوليكسيون، يعني مش عم بيحضروا كوليكسيون كامل، عم بيعملوا كوليكسيون صغيره رح يبثوها بطريقه الفيرتشوال على السوشيال ميديا، سواء كان فيديو او كان فوتو، ليكونوا لانه كثير عالم او سيدات بيطلبوا قطع بدهم اياها جديده، ما راح ياخذوا قطع انعملت مثلا بجانفيه لموسم مختلف عن الموسم اللي نحن راح يقدموه، يعني هلا راح بجوليه بقدموا الفول وينتر، بينما بجانفيه قدموا السبرينج سمر، فليكون اب تو ديت مع كل الزبائن ومع الصوره الحلوه قدام الصحافه، رح اقدموا كبسول كوليكسيون اللي هي عباره عن 12
كبيره نفذ بطريقه حلوه ومصوره بطريقه كمان حلوه لتنعرض على الميديا. نعم، لكن رح ننطر لحتى نشوف يعني بالايام اللي جايه بتبين. نفس التوقيت اللي معودين عليه من جولاي بالكوتور، بتخيل ب7 شهر او ب14 بهالفتره تقريبا كل دول الازياء رح يبلشوا يطلعوا الكوليكشنات اللي عندنا خاص، وراح تكون حتى اطلالتها او عرضها على العالم بطريقه جديده لاول مره بنعمل. وبلش هلا العالم يروق هيك ويستوعب فكره كورونا، بلشت تخف كمان يعني ممكن يصير هيك. ما بيعني انه قضينا على الكورونا، هذا بيعني نحن خف التنشن اذا بدك، خف الستريس على هيدا الموضوع، بس نحن بعد ما قضينا 100%. صحيح صحيح، يعني هلا صار عندهم هيك يعني رواق اكثر انهم يتابعوا عالم الموضوع. المجبورين في مسؤوليه، في كيف عمل، في صناعه، في التزام، في شركات، يعني مش انه على الصعيد، هو منه قرار شخصي. نعم. هو قرار شركات ومؤسسات ودور ازياء. نعم نعم. كلمتك الأخيرة صحافي والمختص بعالم الأزياء اليوم للمستمعين، للسيدات بشكل خاص اللي عم يسمعونا. أنا بقول لهم يبقوا أنيقين، يحافظوا على أناقتهم رغم كل الظروف الصعبة، وأكيد هلا الموضة مرقة بأزمة مثل أي قطاع آخر صناعي متخصص، فبتمنى إنه هالأزمة اللي إلها حال. نعم. وترجع الموضة من أول وجديد في جانفييه 2001 إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. بتشكرك كتير. 2021. بتشكرك كتير الصحفي والمختص بعالم الأزياء علي جفال. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا.